طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عدن في أسبوع، والذي نستعرض لكم فيه مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي. وكالعادة نبدأ بالعناوين. فشل ذريع لعناصر الإرهاب في عدن. القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد أوضاع مديريتي المنصورة والبريقة. الحوثيين وتجربة استنساخ وتطبيق تجربة حزب الله اللبناني في اليمن. أهلا بكم من جديد. رغم الخسائر البشرية الباهظة التي وصلت إلى حد استشهاد 50 مجندا، يفشل الإرهاب بتسجيل حضوره الدامي في قلب العاصمة عدن. تفاصيل أكثر للجريمة الإرهابية التي نفذها عناصر خارجة على النظام والقانون وتصدى لها أبطال عدن وقوات الأمن في سياق التقرير التالي. من جديد، يفشل الإرهاب بتسجيل حضوره الدامي في قلب العاصمة المؤقتة عدن، لكن أهدافه النهائية لم تزل معلقة بعد أن نجحت قوات الأمن في احتواء هذه الهجمة الشرسة رغم الخسائر البشرية الباهظة التي وصلت إلى حد 50 مجندا استشهدوا وهم ينازلون ببسالة همجية الإرهاب التكفيري. تنظيم داعش الإرهابي سارع إلى تبني العملية التي كان هدفها الرئيسي تهريب أو تصفية العناصر الإرهابية القابعة في سجن البحث الجنائي. تفاصيل مجزرة الأحد تعيد إلى الأذهان حادثة العرضي في صنعاء نهاية العام 2013 التي كان تنظيم القاعدة يحاول من خلالها اغتيال الرئيس هادي وهز ثقة المؤسسة العسكرية بنفسها. يبدو أن التنظيم الناشئ يتعلم سريعا من تجارب شقيقه الأكبر وبنفس الدموية. أقدم عناصر داعش على تفجير بوابة مبنى إدارة الأمن في عدن بسيارتين مفخختين، إحداهما تم تفكيكها قبل الانفجار والأخرى أوقعت عشرات الشهداء من المجندين المرابطين هناك، إضافة إلى بعض المدنيين المارين في الشارع، وبعدها انطلق نحو 3 انتحاريين للسيطرة على المبنى، فيما تمركزت عناصر أخرى في أسطح المباني القريبة من إدارة البحث، وكانوا جميعا يحملون أسلحة إضافية وزعوها على المساجين المحسوبين عليهم لإطالة عمر المواجهات التي استخدموا فيها المساجين كدروع بشرية. وأقدم الإرهابيون أيضا على اغتيال بعض كوادر البحث الجنائي، من ضمنهم امرأتان، الأولى مسؤولة عمليات التحقيق والثانية طبيبة كانت تعاين المساجين. مع مرور الوقت ومع تقدم رجال الأمن نحو البوابات الداخلية، كان الإرهابيون يبادرون إلى تفجير أنفسهم واحدا تلو الآخر كلما ضاق الخناق عليهم، إلى أن جرى استعادة السيطرة بشكل نهائي على المبنى مع حلول 7 مساء. ومع ما نفذوا من عمليات انتحارية، بل نؤكد للعالم أجمع أنها تزيدنا إصرارا ومضي قدما على نفس درب الشهداء في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب. لا يمكن فصل اندفاع التكفيريين في عدن عما تتجرعه التنظيمات الإرهابية من خسائر كبيرة في عموم المناطق الجنوبية، آخرها مديرية المحفد شرق محافظة أبين. نظرية تقاطع المصالح أو تنفيذ الخدمات المتبادلة بين الأعداء الأصدقاء، كما اتضح من وثائق بن لادن التي أفرجت عنها المخابرات المركزية الأمريكية، تؤكد تكامل المشروع الصفوي والإرهاب، وهذا ما يظهر جليا في تعاون الإرهابيين مع الإنقلابيين. وأبلغ مثال على هذا هو أن الإنقلابيون تخلو مناطق نفوذهم وسيطرتهم من هذا الإرهاب، رغم أنهم في فقه تلك المنظمات مناطق 12 صفوية خارجة عن ملة الإسلام. وصاحب البابور دخل للآخر صدم الباب لهبه ودق المدرعة ودق الهجزي وانفجر. يعني ماذا انتهى؟
مدريش. قال انه مازن نزل من السياره وانا شفت مازن كان فوق البحر فوق البابور، لانه سيعلن قال لي روح البس الهدله، قال لي لابس الهدله الثانيه، قال لي روح البس الهدله وكان فوق البحر. والمعتقلين؟ المساجين مدريش. انا بعد كذا بعد ما استراح الفجاه قبل نفسك وما اشتغل قبل ادور التليفون حقي ظهر معي الفجاه وضرنا له ما شفت حاجة قدامي بس إلا شوف نفسي في الدم راح بسبب نفسي صيح للناس من حد سعفنا عرب لعن عسكر طارق صيح للعسكر أصحابنا خرجوا جلونا غطاء من الجمهورية. توحد جميع قوات الأمن في عدن شكل سدا منيعا في وجه الإرهاب ومصدر اطمئنان للمواطنين، وتستعيد عدن هدوءها وسكينتها في ظل التفاف شعبي حول قوات الأمن. عندما انقشعت الغمة من الأهالي التي تقطن بالقرب من جبل هان غرب مدينة تعز والحرب التي يشنها الإنقلابيين دون مراعاة المدنيين العزل، فرح المواطنين بانتصار الجيش الوطني على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ومزجت فرحتهم بإقامة أعراسهم عندما وجدوا أن أبطال المقاومة والجيش الوطني يحمونهم. كاميرا قناة عدن الفضائية كانت حاضرة إحدى أعراس أهالي جبل هان ونقلت فرحتهم. أبناء منطقة جبل هان بعد اندحار ميليشيا الحوثي وصالح عنهم عاشوا حياتهم الطبيعية فكانت منهم الأفراح، والآن مع فرح أحد الأبناء المنطقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حالك؟ الحمد لله بخير. مبروك عليك العرس. الله يبارك فيك. كيف يعني كيف الآن فرحتكم بالعرس؟ هل هو فرحة واحدة أو فرحتين بعد أحد؟ إن شاء الله قد تكون إن شاء الله قد فرحتين. لا والمزوج يعني اليوم إيش معاك أنت اليوم؟ عرس إن شاء الله. أنت عروس؟ أيوة. العروسين فين؟ من المدينة. من المدينة وقبيلة قبل هان؟ قبيلة هنا القرية. القرية ها؟ أيوة. كيف أنت الآن تحس بعد الحرب والآن أنت بتتزوج؟ إيش شعورك؟ شعوري والله مرتاح جدا وسعيد. عروس؟ والله لأنه أول ما بديت الآن بزوف هم سيطروا على قبل هان، بعد الآن إن شاء الله المقاومة ما عاد ما دهروا الحوثة، يعني بتكون فرحتين، الفرحة الأولى إنهم استعادوا قبل هان والفرحة الثانية إن أنا عريس. يعني كان بيروح عليك العرس على طول يعني لو كان لهم؟ يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأفضل يعني أبطال المقاومة والرجال. إيش اسمك؟ هيثم، هيثم رشاد. تعال 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 الآن نسمع أخو العروس كيف حالك؟ الحمد لله. يعني كيف العروس اليوم أخوك وقبل هان ها؟ تمام والله. لا نفرح بعروسنا أخي هيثم وسقط قبل هان من أزارهم من الحوثة، فرحنا بعروس أخونا هيثم ونفرح زيادة إن شاء الله بعد ما سقط قبل هان بعد هيثم العروس بعد ما أبطال بعد ما مسكوا أبطال المقاومة القبال بتكون الفرحة فرحتين، إنه بفرحة أخونا هيثم تزوج إنه المقاومة مسكوا قبل هان سيطر عليه، والله نقول اللهم لك الحمد الحمد لله. يعني الآن فرحة فرحتين. فرحة فرحتين بعد المقاومة مسكت قبل هان بعد عروسنا أخي هيثم. صفان الورد الحمر وسط المشاقر، ديدنة أبناء منطقة جبل هان في أعراسهم بعد ما شعروا بالأمان والحياة. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد، تعز، جبل هان.
اختتمت بعدن أعمال النزول الميداني الذي تنفذها الفرق الميدانية للتوعية وإزالة البؤر الناقلة للبعوض الناقل لحمى الضنك التابعة لبرنامج التثقيف والإعلام الصحي بعدن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. اختتام أعمال النزول الميدانية التي تنفذها الفرق الميدانية للتوعية وإزالة البؤر الناقلة للبعوض الناقل لحمى الضنك التابعة لبرنامج التثقيف والإعلام الصحي بعدن، والتي استهدفت منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان. هذا البرنامج الصحي الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان، يهدف القائمون عليه إلى القضاء على البؤر الناقلة لحمى الضنك. نحن اليوم في اليوم الخامس من حملة التثقيف والتفتيش وإزالة بؤر تكاثر حمى الضنك، وتم اختيار منطقة المندارة في مديرية الشيخ عثمان نتيجة لظهور بعض حالات حمى الضنك. هذه الحملة يعني تأتي بجهود مشكورة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع مؤسسة العون الشريك المنفذ لمشروع مكافحة حمى الضنك، مشكورين استجابوا للنداء الاستغاثة، لأنه عدن عانت بشكل كبير جدا خاصة في أيام الحرب من انتشار حمى الضنك. هذه الحملة التي ينفذها برنامج التثقيف والإعلام الصحي بعدن كانت قد دشنت مطلع هذا الأسبوع على مدى 5 أيام، استهدفت الأحياء الشعبية في منطقة المندارة، تنقلوا فيها وسط الأحياء الشعبية وداخل المنازل. هذه حملة توعية وإزالة بؤر نفذت بتاريخ 22 أكتوبر، الهدف منها إزالة بؤر والتوعية. استهلت هذه الحملة أولا بتدريب المشاركين على كيفية تقديم الرسالة التوعوية إلى المجتمع، وكيفية التعرف على بعوضة حمى الضنك وإزالتها، وكيفية التخلص من أماكن تواجدها. الآن نحن درنا على بعض المناطق في المندارة، والله حصلنا عينات يعني يأسف للقلب يعني صراحة. نشوفوا هذه الورقات طبعا هذه بالبداية تكون بويضة، بعدين المرحلة الثانية تتكون إلى ورقات، والمرحلة الثالثة يسمنا العذراء. بالمكيفات، المياه حق المكيفات، بالمياه الشرب، بالخزانات كمان. فهذه العينة خرجناها من عدة بيوت، عينات كثير، وهي العذراء اللي عادة ما تحولتش إلى بعوض. الفرق المشاركة في الحملة وعددهم 30 متطوع ومتطوعة، ومعهم 5 مشرفون كانوا قد تلقوا دورات تدريبية تعلموا فيها معارف المهارات النظرية والعلمية في عملية التفتيش واكتشاف وإزالة بؤر توالد البعوض المسبب لحمى الضنك. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي، عدن. تتحرك ميليشيات الحوثي بتوجيهات وخطط يرسمها خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي لاستنساخ وتطبيق تجربة حزب الله اللبناني في اليمن. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تتماهى ميليشيات الحوثي في استنساخ وتطبيق تجربة حزب الله اللبناني في اليمن بمساعدة مباشرة من ذات الداعم والمحرك وهي إيران. إيران التي تسعى إلى استخدامهم أدوات لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية. إيران تشكل تحديا في المنطقة كونها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وجزء من تشريعاتها تصدير الثورة، ولا تؤمن بمفهوم المواطنة، بل على الشيعة كلهم أن يكونوا موالين لها وليس لبلدانهم. إيران لا تؤمن بمسألة عدم التدخل في شؤون الآخرين، وهذا أمر يتضح من خلال تدخلهم في لبنان وسوريا والعراق والكويت والسعودية واليمن وأفغانستان وباكستان.
وبين تأكيد من الرئيس هادي عن سعي إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدود السعودية، وتعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعدم السماح بذلك وبدعم الحكومة الشرعية لاجتثاث الحوثيين، جاء اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن ليجدد الموقف الحازم من الخطر الحوثي الإيراني بما يشكله من تهديد على أمن واستقرار المنطقة والملاحة البحرية في باب المندب الذي يعد من أهم المعابر الملاحية في العالم. خبراء عسكريون قالوا إنه لدرء خطر قيام حزب الله جديد في اليمن يجب التركيز على تحرير كامل السواحل اليمنية، وأكدوا أن الصراع في اليمن يجب أن لا يحسم إلا عسكريا، وأشاروا إلى أن الحوثيين يمكن أن يوافقوا على تسوية سياسية تشرع انقلابهم وتنتج دولة يسيطرون عليها من الخلف كما يحصل في لبنان تماما. عندي عملية خاصة بقلب الرياض، ما عملية انتحارية، ممكن عملية استشهادية، نحن عملية استشهادية. تتحرك ميليشيات الحوثي بتوجيهات وخطط يرسمها خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله منذ بدايات تشكيلها في تسعينيات القرن الماضي، ما جعل نهجها هو ذاته وبنفس الخطوات التي اتبعها حزب الله للنيل من الدولة اللبنانية، حتى في استخدامها لشعارات مماثلة في مناصبة العداء لأمريكا وإسرائيل واعتماد الصرخة الخمينية كشعار لها. برعاية فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الدكتور طاهر العقيلي، دشنت قيادة القوات الخاصة بمحافظة مأرب العام التدريبي. إلى التفاصيل. تزامنا مع الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، وبرعاية كريمة من فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، أقامت اليوم قيادة القوات الخاصة عرضا عسكريا مهيبا بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد وتخرج عدد من الدورات التخصصية والعسكرية. وفي العرض العسكري المهيب الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الدكتور طاهر العقيلي، أشاد بما يتمتع به منتسب القوات الخاصة من مهارات وخبرات إبداعية ستكون رافدا مهما لزملائهم الذين يسطرون أروع معاني التضحية والفداء في الخطوط الأمامية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية. الآن العدو يجر أذيال الهزيمة والخيبة والخزي والعار، في هذه اللحظة وزملائكم يحتفلون في الخط الأمامي، نحن وإياكم نحتفل بتخرج دورات متخصصة مهنية، نفرح بهذا التخرج وزملائكم يفرحون بالانتصارات على الخط الأمامي، يزفون الشهداء، يعطرون أنفسهم بدماء الجرحى، منتظرين لكم على أشد من انتظار الأم لولدها. لقد رأينا منكم هذا اليوم ما أثلج صدورنا. وأكد قائد القوات الخاصة العميد الركن علي الحجوري على أهمية التأهيل والتدريب التي يكتسبها منتسب اللواء من أجل المساهمة في بناء اليمن الاتحادي الجديد والدفاع عن الثورة والجمهورية
التي تحاول ميليشيا الخراب والإجرام أن تسلبها من أبناء الشعب اليمني. بمناسبة تخرج عدة دورات من اللواء القوات الخاصة وتزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جميع الجبهات والذي سوف يشكل صفحة مشرقة في تاريخ الجيش الوطني خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها شعبنا اليمني العظيم. الحاضرون جميعا، لقد تأسس اللواء القوات الخاصة على أساس سليم وواضح وهي المشاركة في الدفاع عن أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير والنظام الجمهوري واستعادة الدولة ودحر الانقلاب. وقد مر هذا اللواء بعدة مراحل وخطى خطوات إلى الأمام مرورا بفترة الاستجداد وعقد الدورات التخصصية التي لا بد منها لفرز القوات الخاصة، وخاصة وأن حسم المعركة يتطلب من الجميع التدريب النوعي من أجل استعادة العاصمة صنعاء وبناء اليمن الاتحادي بعيدا عن الولايات الضيقة. قدم الخريجون في الحفل من مختلف الدورات العسكرية والتخصصية عروضا تطبيقية في كيفية التعامل مع العدو أثناء اقتحام المباني والخروج منها دون وقوع خسائر بشرية، بالإضافة إلى التطبيق العملي الذي أجراه خريج دورة القناصين الذين سيكون لهم دورا بارزا في رفد الجيش الوطني بالخبرات والمهارات التي اكتسبوها في الميدان. رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة مأرب. عدن في أسبوع مستمر معكم وتشاهدون معنا. إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية يدفع نحو تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي. افتتاح وحدات طبية بريف مديرية الحزم بالجوف. أهلا بكم من جديد. يدفع إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية نحو اتجاه واحد يتمثل بتحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. يحظر ميناء الحديدة اليوم كأحد الأهداف العسكرية المحتملة بالنسبة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وتصاعد الحديث الإعلامي عنه مؤخرا بشكل واسع فيما تتسارع وتيرة التطورات الميدانية والسياسية التي تعكس قرب اندلاع معركة تحرير الميناء من الميليشيات الإنقلابية. يدفع إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية نحو اتجاه واحد يتمثل بتحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح، بعد تزايد المخاوف الدولية من المخاطر المترتبة على أمن البحر الأحمر في ظل استمرار سيطرة الميليشيات الإنقلابية على الميناء الاستراتيجي. وتأتي هذه المتغيرات كحصاد لأفعال الحوثيين المستمرة ومخاوف المجتمع الدولي من استمرار هذه التهديدات باستهداف السفن التي تعبر مضيق باب المندب، المعبر الحيوي الهام ل 21 ألف قطعة بحرية سنويا، ويتحكم ب 12% من التبادل التجاري للعالم. الإدارة الأمريكية الجديدة بدورها تنظر إلى اليمن باعتبارها تهديدا إيرانيا عبر جماعة الحوثي ومكانا استراتيجيا لإثبات مواجهة الإرهاب وإيران وإعادة العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج العربي بعد اهتزازها في عهد الإدارة السابقة. ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية بالمدمرة يو إس كول إلى البحر الأحمر مع صلاحيات كاملة باستهداف مطلقي الصواريخ على السفن الأمريكية.
وكان التحالف العربي قد طلب من الأمم المتحدة أن تتولى الإشراف على ميناء الحديدة، لكن المنظمة الدولية رفضت ذلك، وهو ما سبب سخطا للحكومة اليمنية التي اعتبرت أن المنظمة الدولية تتخلى عن مهماتها الأساسية. ويكتسب ميناء الحديدة أهميته من كونه يمثل الرئة التي يتنفس من خلالها الانقلابيون حاليا بعد سقوط ميناء المخا بيد الجيش الوطني، كما يمثل رافدا اقتصاديا مهما بالنسبة لهم. وبتحريره من الميليشيات الانقلابية يكون التحالف العربي قد وجه ضربة قاسمة لتحالف الانقلاب وأفقده ورقة رابحة، وقلص نسبة الجغرافيا التي يسيطر عليها في اليمن وأغلق المنافذ البحرية في وجهها. وفي حال تم تحرير ميناء الحديدة فسيتيح هذا وضع أولويات جديدة لدى الجيش الوطني والتحالف العربي في دعم جبهات جديدة ضد الانقلابيين في باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، كما يضيق الخناق عليهم في العاصمة صنعاء ويفقدهم إمكانية التحكم بالاقتصاد الداخلي، مما سيثير النقمة عليهم أكثر من أي وقت مضى. بل إن تحرير الميناء سيجعل الانقلابيين في موقف ضعيف أمام أي محطات سياسية قادمة للحوار مع الشرعية، وسيجعل الساحل اليمني مؤمنا من الاعتداءات ومتحررا من كافة الهيمنة للانقلابيين. عانت المناطق الريفية بمديرية الحزم بمحافظة الجوف من تجهيل تعليمي ممنهج مورس بحق أبنائها طوال السنوات الماضية. منطقة المساعفة وضع تعليمي متدهور دمره نظام صالح وأجهزت عليه حرب ميليشيات الحوثي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. 3 أعوام تتكئ صباحاتهم على حائط المكان وبانتظار من يلقنهم أبجدية الضوء، يتدفقون كل صباح إلى فناء هذه المدرسة المعطلة عن العمل منذ اجتاحة الميليشيا البلاد. هذا المنطقة ما فيها مدرس من قبل 3 سنين، أنا احنا في الصحراء نبغى مدرسين، هنا جهال كلهم ولا ما قد درسوا ولا يعرفوا ولا يكتبوا، نشتي مدرسين وكتب. قبل الحرب لم يكن التعليم أفضل حال في هذه المناطق، فمدرس واحد كان يتداول تعليم كافة الصفوف الأساسية. استمر هذا الوضع لأكثر من 10 أعوام، فالجوف مارس فيها نظام المخلوع صالح سياسة تجهيل هؤلاء الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم. كانت كل الفصول تدرس عند مدرس واحد، درسنا نص ساعة في الفصل ده وروح لناخذ نص ساعة إلى وقت الصلاة، وبعدها العصر نجلس في بهذا عمل الله، والناس معهم من 3 من 4 في كل مكان إلا احنا، والحين نطالب مدرسين. معاناة قاسية عاشها أبناء المساعفة بريف الحزم مع التعليم في الماضي، حتى جاءت زيارة وكيل المحافظة المهندس عبد الله الحاشدي لتبث الأمل في رفض المدرسة بالمعلمين وإخراج هؤلاء الأطفال من ظلم مورس بحقهم وحق أجيال سابقة. أتينا في هذا اليوم زيارة لمنطقة المساعفة التابعة لمديرية الحزم لنرى سير وفعالية الخدمات المقدمة لهذه المنطقة، فوجدنا أن التعليم فيها تقريبا من 3 سنوات لا يوجد في هذه المدرسة، على الرغم من وجود المدرسة ووجود الكراسي ووجود السكن، والمدرسة محافظ عليها الأهالي محافظة تامة ويستحق الاهتمام من مكتب التربية، وإن شاء الله إن شاء الله سيتم التدشين للتعليم في هذه المدرسة الأسبوع القادم. زارنا وكيل المحافظة عبد الله الحاشدي جزاه الله ألف خير ويحثنا بهذا الأسبوع أنهم بايونا مدرسين. التعليم بوابة الجوف ونافذتها إلى فضاء الرحب، ويتطلب تضافر كافة الجهود لمتابعة العملية التعليمية وتذليل كافة المعوقات التي زرعت في السابق وما يزال حصادها حتى اليوم. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف.
تشهد محافظة مأرب مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية، ومنها المحطة التحويلية لتزويد المديريات بالتيار الكهربائي ضمن مشروع المحطة الغازية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروع المحطة التحويلية للطاقة الكهربائية هنا بمحافظة مأرب، وربط جميع مديرية المحافظة بالتيار الكهربائي من المحطة الغازية. وفي هذا السياق طلع محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ومعه نائب مدير عام الكهرباء بالمحافظة المهندس عبد الله دغيش على سير العمل ونسبة الإنجاز في المحطة التحويلية في منطقة الفاو. وتأتي هذه المحطة في إطار ما تسير المحافظة من مشاريع خدمية واستثمارية متعددة. المحطة التحويلية للطاقة الكهربائية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي والحكومة بتزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية على مستوى المديريات. الكهرباء اليوم أصبحت هي رديف الماء للحياة، يعني شريان حياة كما يكون الماء شريان حياة. إنما الذي أود أن أوجه أولا المقاولين بالعمل الحثيث السريع بإذن الله تعالى مع الاتقان وفق المواصفات وفق العقود التي وقعت بيننا وبينهم، كما أيضا أدعو المواطنين إلى التعاون وبدل الانتقاد الدائم أن يتعاونوا معنا في الميدان وليتركوا الانتقاد حتى ننتهي من المشروع. أنا أطلب من الجميع أن يساعدونا في هذا الجانب. نحن الآن أيضا كلفنا مؤسسة الكهرباء مع فريق فني متخصص لزيارة كل المديريات 14 لتحسين هذه المديريات في الجانب الكهرباء وتحسين الخط الكهرباء فيها جميعها بدون استثناء بإذن الله تعالى. ونحن أيضا الآن بصدد الانتهاء من الدراسة للمشروع الأكبر من هذا الذي هو 120 ميجا للمحافظة بإذن الله تعالى، التي تم توجيه نائب رئيس الجمهورية فيها بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية. الأخ رئيس الجمهورية مهتم بهذا الموضوع والحكومة أيضا، ويتابعون هذا المشروع الهام والحيوي الكبير والذي سيكون له مردود إيجابي على كل المستويات في هذه المحافظة بإذن الله تعالى. القائمين على تنفيذ المشروع أكدوا بأن العمل جاري على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن لتزويد جميع المديريات بالتيار الكهربائي. حاليا هي 50 ميجا فولت أمبير، يعني 2 محولات كل محول 25 ميجا، بس قابلة للتوسع مع تبديل المحولات بمحولات أكبر 50 ميجا أو إلى 60 ميجا، 2 محولات تصبح 120 ميجا الطاقة الاستيعابية للمحطة، ومخارج ايضا اخرى لحريب وحريب 1 وحريب 2 اي مكان موجود في طاقه. نسبه الانجاز يعني نسبه الانجاز تقريبا حدود الان 60-65% كذا، وان شاء الله المشروع يكمل كله اذا في ما فيش عرقله وما شابه ذلك، يعني ممكن يكمل خلال يعني نقول شهرين ونص 3 شهور بالكثير ان شاء الله. مكتب الكهرباء بالمحافظة يعمل جاهدا على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لتزويد المديريات بالتيار الكهربائي تنفيذا للتوجيهات الغير السياسية، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل غير السلطة المحلية هنا بمحافظة مأرب لتوفير الخدمات الأساسية ومنها خدمات الكهرباء. هذه محطة تحويل المدينة طبعا بقدرة 2 في 25 ميجا فولت أمبير، يعني طاقة إجمالية 50 ميجا فولت أمبير، تحويل من 132 إلى 33. التغذية المديرية مباشرة من هذا المكان اللي انتو شفتوه قبل شوي من السويسجير اللي داخل. نسبة الإنجاز هنا طبعا نستطيع نقول 75%. الآن يمكن محطة التحويل تأخذ من 4 إلى 5 شهور يتم الإنجاز. الخط إن شاء الله يأخذ من 1 إلى 1.5 إلى 2 شهور بالكثير، يعني يتم الإنجاز. يعني إحنا الآن الحمد لله بالنسبة للبرنامج الزمني ماشيين بنفس البرنامج الزمني اللي كان محدد للخط وللمحطة، 6 شهور ماشيين بالبرنامج الزمني ما فيش اختلالات، وإن شاء الله الأمور إن شاء الله تصير للأحسن بإذن الله تعالى. مشاريع استراتيجية عملاقة تشهدها محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا، ومنها في مجال الطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية التي تأتي في إطار الاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية والاحتياجات اللازمة للمواطنين هنا في محافظة مأرب على مستوى المديريات. مشاريع استراتيجية تشهدها عاصمة إقليم سبا هنا محافظة مأرب في مجال المشاريع الخدمية والإنمائية، وما هذه المحطة التحويلية للطاقة الكهربائية إلا خير دليل على اهتمام غير السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.
ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية ترعب أبناء المليحة أسفل جبل هان في غرب محافظة تعز، وجعلتهم يعيشون يومين متتاليين بين الخوف والجوع. أبناء منطقة المليحة عاشوا وضعا صعب خلال هدمة ميليشيا الحوثي وصالح عليهم، فكانوا في حالة خوف ورعب. نأتي مع أحد الطلبة، تكلمنا إيش اللي حصل لكم أيام ما أجت الهجمة؟ نحن جينا كنا كرة قاموا يرمون علينا رصاص، وجينا ما نقدرش نعمل حاجة، يرمون علينا رصاص كله رصاص. من اللي رمى عليك؟ ما جينا كنا كرة قاموا يرمون على إحنا الحويثة، ما جينا قاموا يرمون على إحنا الحويثة، ما نقدرش نخرج. داخلين بالبيوت كل احنا جواع. كم جلستوا؟ يومين. يوم كان بتكلم ايش اللي حصل عندكم لما اقول حوته؟ الترام. وانت كنت خايف ولا عادي؟ خايف. ليش؟ افتقع. يعني حيشكم في رعب خوف ها؟ لا اكلتوا ولا شربتوا؟ لا. ايش اللي حصل؟ حصل رصاص رصاص كل ساعة قضايف قضايف قضايف، كل ساعة تطلب من الفقائع. ما خرجتش من البيوت؟ لا. ليش؟ ما خرجناش رصاص صواريخ. ايش تراب ها؟ ايش الحوثيين يرجعوا هنا؟ لا. ليش؟ حوثيين. قتلة يقاتلون، يقولون يقاتلون. أطفال المليحة عاشوا يوما من الرعب خوف وجوع. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد، تعز. للاطلاع على خدمات الصرف الصحي والكهرباء وكذا ميناء الزيت ومصنع تعبئة الغاز، تفقد القائم بأعمال محافظ محافظة عدن وكيل أول المحافظة أحمد سالم ربيع علي مديريتي المنصورة والبريقة على سير العمل فيهما. تفقد القائم بأعمال محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي ومعه وكيل المحافظة الدكتور رشاد شايع خلال زيارتهم الميدانية اليوم لمديرية المنصورة وضعية محطات ومضخات الصرف الصحي بالمديرية. وخلال الزيارة استمع القائم بأعمال المحافظ سالمين إلى شرح حول احتياجات تلك المضخات وما تعانيه من أعطال أدت في بعض المناطق إلى توقفها عن العمل، الأمر الذي يتسبب في طفح المياه في الشوارع المديرية وبشكل ملحوظ، وهو ما يهدد حياة المواطنين صحيا. وخلال الزيارة طالب سالمين مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي عروي المحضار ونائبه لشؤون الصرف الصحي زكي حداد طالبهما بالعمل على متابعة تلك المحطات أولا بأول والوقوف على احتياجاتها ورفعها أولا بأول لقيادة المديرية. وقال سالمين أن وضع المديرية أصبح مزريا نتيجة لطفح المجاري الذي أصبح يؤثر سلبا على الوضع الصحي في المديرية بل وحركة سير المركبات. وطالب سالمين الجهات المختصة بسرعة قطع الربط العشوائي على المناطق التي أضرت بالخدمات العامة وطالب بمحاسبة المخالفين، كما طالب برفع الردميات التي تغطي المجاري الرئيسة والتي لا يمكن معها إجراء أي أعمال صيانة. من ناحية أخرى زار القائم بأعمال المحافظ أحمد سالمين محطات المنصورة والحسوة واطلع على القدرة التوليدية لكلا المحطتين. واستمع سالمين من خلال نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون التوليد المهندس أمجد مانا استمع إلى شرح مفصل عن احتياجات المحطة من الديزل والمازوت وإجراءات الصيانة التي تقوم بها المحطة بشكل دوري. وكان القائم بأعمال المحافظ سالمين قد عقد اجتماعا ضم الإخوة وكيل المحافظة الدكتور رشاد شايع ووكيل الوزارة المهندس خليل عبد الملك وقيادة محطة الحسوة. جرى في الاجتماع مناقشة احتياجات المحطة من الوقود والتي تبلغ 1700 لتر في اليوم الواحد. وخلال الاجتماع طمأن سالمين قيادة المحطة بأن الوقود الخاص بالمحطة متوفر وسيغطي احتياجات المحطات في عدن، وأنه على المحطات أن تستفيد من كل لتر وقود في تحسين الخدمة للمواطنين
الذين عانوا الكثير جراء الانقطاعات. بعد ذلك قام القائم بأعمال المحافظ أحمد سالمين ومعه وكيل المحافظة الدكتور رشاد شايع بزيارة للمنشآت النفطية بميناء الزيت ومحطة تعبئة الغاز، حيث اطلع من قبل مدير المنشآت النفطية بالبريقة عمر بقيلة إلى شرح مفصل عن عملية التفريغ لشحنات الديزل. وخلال الزيارة أكد سالمين على ضرورة أن يتم إخراج تلك الشحنات وفق احتياجات المحطات وفي وقتها المحدد حتى لا يتسبب ذلك في تأخير الشحنات في الميناء. كما اطلع سالمين وشايع على أعمال التعبئة التي تقوم بها شركة الغاز لإسطوانة الغاز المنزلي. وخلال زيارتهما لمصنع تعبئة الغاز أشاد سالمين وشايع بالجهود التي يبذلها العاملين في المصنع والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار البيع في السوق المحلية. نبي محمد علي لقناة عدن الفضائية. دشن العمل في 3 عيادات طبية بريف مديرية الحزم عاصمة محافظة اليوف، والتي تم بناؤهن من قبل منظمات دولية، إلا أن بعضهن لم يدشن فيهن العمل بالرغم من مرور 20 عاما على البناء. بنته منظمة دولية وأغلقه نظام المخلوع صالح منذ إنشائه مستوصف المساعف الطبي الواقع بأطراف مديرية الحزم، يفتتح بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشجي بعد نحو 20 عاما على بنائه، وذلك ضمن عجلة التنمية البطيئة التي تشهدها محافظة الجوف المنسية طيلة العقود الماضية. منذ أن بنيت تقريبا في عام 97 وهي مكفلة، واليوم ندشنها باثنين من الأطباء مع الأدوات والمستلزمات الأولية التي سوف يحتاج إليها أبناء هذه المنطقة والمناطق المجاورة. عقدان ماضيان انتظر فيهما أهالي المساعفة نظرة إنسانية أو مسؤولية من الدولة، محافظين على مستلزمات الوحدة الصحية ليتحقق الأمل بعد آلام السنين الماضية. رفض المستوصف بطبيبين وعلاجات أولية تساهم بالتخفيف عن كاهل المواطن أجور ومشقة التنقل إلى المدينة. اليوم أصبحت الوحدة الصحية قائمة بالواجب، تم رفضها بالكادر الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية، وبدأ العمل يمشي فيها. ندعو المنظمات الداعمة والمنظمات الإنسانية إلى التوجه إلى هذه المديرية اللي هي مديرية الحزم بدعمها ودعم المراكز الصحية التابعة لها. بدأت السلطة المحلية في مديرية الحزم مشكورين على توفير بعض الأدوات والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كونهم محرومين في هذه المنطقة من أي خدمات صحية أو طبية منذ أكثر من 20 عام. ونحن الآن سنبدأ إن شاء الله بتوفير الحاجات الضرورية والمستلزمات الإسعافية الأولية للمواطنين بقدر الإمكانيات المتوفرة لدينا. الوصول إلى مستشفى المدينة البعيد يحتاج من الأهالي قطع نحو 50 كيلومتر، هي المسافة التي يقطعونها للبحث عن مهدئات، وافتتاحها يسهل الكثير من معاناة أبناء المنطقة. كنا إلى مرض المريض شلنا موتر وبترول وخسارة، ونخسر أكثر من 20 ألف علشان علاج بسيط، أكثر من 20 ألف إلى الحالة البسيطة، ما علاجات بره ولا حبه ولا الحمد لله. وحدتي المرقعة وأم السيتني بمديرية الحزم حظيا بالاهتمام وإعادة العمل، وهو ما يؤكد أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير المشاريع الخدمية بحسب الإمكانات المتاحة للمحافظة. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف. دمرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية مركز الإصدار الآلي لرخص السير وترقيم المركبات بمحافظة تعز، يعود لخدمة المواطنين في المناطق المحررة.
افتتح وكيلا محافظة تعز الشيخ عارف جامل والدكتور عبد الحكيم عون ومدير عام شرطة تعز العميد إبراهيم المحمودي ومدير شرطة السير المقدم عبد الله راجع إدارة شرطة السير بالمحافظة. اليوم ندشين نحن والأخ مدير عام شرطة تعز والأخ مدير إدارة السير بالمحافظة نداء بفتح افتتاح المبنى أحد المباني إدارة المرور دي كان تعرض إلى تدمير كامل وبجهود من السلطة المحلية والأخوة في إدارة الأمن وفي إدارة السير تم استعادة العمل على ترميم الجزء الأكبر من هذا المبنى وإعادة الحياة إليه وإعادة العمل بمختلف الإدارات المختلفة الموجودة في داخل المبنى. نحن نوجه دعوة من خلالكم للأخوة المسؤولين والشخصيات الاجتماعية المعروفة والمتواجدة في المحافظة أن يكونوا هم القدوة أولا من حيث البدء بترقيم جميع سيارتهم الغير مرقمة أو الحضور إلى إدارة المرور لترقيم سيارتهم. هذه ستكون دفعة معنوية ودفعة قوية للباقي من المواطنين على أن يحذوا حذوهم. خطوة جادة لاستتباب الأمن وإيجاد منظومة أمنية بعدما هدمت من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بالمحافظة. فقطع الرخص وترقيم السيارات عملية ذات صلة في ترتيب أوضاع إدارة عام شرطة تعز في تفعيل أقسام الأمن والاهتمام بالمنظومة الأمنية في المناطق المحررة. نحن تباعا منذ شهر ونحن نفتتح في كل فترة إدارة من إدارات الأمن إن شاء الله خلال الفترة القريبة لن يأتي عام 2018 اللي هو قد استكمل افتتاح جميع وتدشين جميع إدارات الأمن إن شاء الله وستكون موجودة وسيلاحظها المواطن في الشارع إن شاء الله. أنا أدعو كل قيادات المقاومة وكل قيادات الجيش وكل قيادات السلطة المحلية لأن يبادروا وأن يكونوا هم القدوة في ترقيم سياراتهم والالتزام بالقانون فهم قادوا مشروع إعادة الدولة فليكونوا هم الرمز وهم العنوان البارز لعودة هذه الدولة إن شاء الله. شرطة سير تعز تقدم جميع التسهيلات للمواطنين في ترقيم مركباتهم وقطع الرخص حتى يتحصل المواطن على خدمته بكل سهولة ويسر. في هذا اليوم الذي نشعر فيه أننا في عيد الحمد لله رب العالمين لأننا بذلنا جهود كبيرة مع جميع من تسبير شرطة السير الذين قاموا بالعمل وعدوا هذا الإدارة التي كانت مهدمة التهدم كلي طبعا والحمد لله رب العالمين عدنا بناء وترميم الجزء هذا الجزء من الإدارة استخدامه كما قال لأداء المهام وافتتحنا اليوم مركز العمل الآلي في إصدار رخص القيادة الآلية وإصدار الرقم المؤقتة عبر النظام الآلي بذلك لتقديم الخدمة للمواطنين في ترقيم السيارات الغير مرقمة والمجمركة من المنافذ الشرعية أقصد مكاتب الجمارك في المحافظات المحررة. طبعا المطلوب من المواطن التعاون معنا والحضور بسيارته الى اداره شرطه السير من اجل ترقيمها سوف يلاحظ ويلمس بنفسه الاجراءات البسيطه والسهله والسلسه وسوف يلاحظ ان هناك تعامل جاد وتعامل مسؤول مع جميع المواطنين في سبيل تقديم خدمه متميزه لهم خاليه من الفساد باذن الله سبحانه وتعالى المالي والاداري. نريد تعاون المواطن معنا في إنجاح هذا المشروع وهذا العمل وفي تثبيت إعادة إحياء النظام والقانون ودور الدولة المدنية دولة النظام والقانون في محافظة تعز على من أجل أن نكون متميزين دوما كما كنا ونتميز أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. المواطن والموظف وجميع منتسبي تعز نقدم صورة نموذجية عن أبناء تعز وعن محافظة تعز للوطن اليمني الحبيب بشكل عام. انطلقت اليوم شرطة السير وافتتحت عملية تنظيم عمليات السير في محافظة تعز وهي الخطوة الأولى لعودة الأمن والنظام واستتباب الأمن والسكينة في محافظة تعز. قناة عدن الفضائية نعيم خالد تعز. مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب يدشن ورشة تدريبية في مجال التوجيه التربوي بمشاركة 62 موجها وموجهة على مستوى المديريات. بدأت هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا بمكتب التربية والتعليم فعاليات ورشة العمل التدريبية للتوجيه التربوي على مستوى المديريات. وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة مكتب التربية والتعليم للعام الدراسي 2017-2018 ميلادية
على مستوى المديريات في إطار الكثافة الطلابية التي تشهدها المحافظة من قبل النازحين من مختلف محافظات الجمهورية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم في اللقاء الثاني مع الإخوة الموجهين الذين سينزلون الميدان بإذن الله تعالى الثاني من يوم الغد، وعددهم 62 موجه وموجهة لزيارة كافة مدارس المحافظة. طبعا هذه الزيارة هي زيارة ثانية، زيارة توجيهية، سيقوم المعلمين بالتوجيه لإخوان المعلمين في الميدان لتعزيزهم بما هو إيجابي وملافات ما هو سلبي. طبعا قيادة المحافظة قامت بالدور الكبير والبارز لدعم عملية التوجيه، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل من مكتب التربية والتعليم لتحسين وتطوير العملية التعليمية. سيكون لزيارتهم مردود إيجابي وفعال بإذن الله تعالى للتحسين والتطوير بما هو إيجابي وملافات كل ما هو سلبي لكافة المدارس، سواء مدارس حكومية أو مدارس أهلية. طبعا مكتب التربية والتعليم بحاجة إلى المزيد من الموجهين ليكون المحافظة تعاني الكثير والكثير من النازحين، خاصة في هذا العام الذي وصل زيادتهم لنسبة 150% عن الأعوام الماضية، وهذا كان له عبء كبير على المكتب يواجهه، ولكن هناك جهود تبذل من قيادة المحافظة بقيادة اللواء سلطان العرادي محافظ المحافظة ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الأملس لمواجهة كل هذه الصعوبات. فجهودهم جبارة وملموسة في الميدان من خلال توفير عقود كثيرة لتعاقد مع المعلمين. وأيضا الورشة التدريبية التي شنها وكيل المحافظة لشؤون الإدارية عبد الله أحمد البكري ومحمد المعوضي وكيل المحافظة لشؤون المديريات الغربية ومدير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، أكد المشاركين على أهمية أن يطلع الجميع بالمسؤولية في إطار تصحيح العملية التعليمية وتطوير الأداء على مستوى المدارس في جميع المديريات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار فعاليات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ندشن اليوم الورشة التدريبية الخاصة بفرق التوجيه، وذلك للقيام بالزيارة التوجيهية عقب الانتهاء من الزيارة الاستطلاعية. الهدف منها تحسين العملية التعليمية داخل المدارس والارتقاء بما يعني يقوم به المعلمون داخل المدارس. الاهتمام بقطاع التربية والتعليم يمثل المرتكز الأساسي لبناء أجيال المستقبل، وما هذه الورش التدريبية إلا آخر دليل على الاهتمام بقطاع التربية والتعليم هنا في محافظة مأرب. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. بموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحرير نهم سيكون معركة صنعاء الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، فمعارك ما بعد نهم ستكون أسهل بكثير وليست بذات التعقيد الجغرافي الجبلي الوعر الذي يؤخر حسم المعركة ويؤدي إلى تباطؤ التقدم الميداني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. مع التقدم الميداني المستمر لقوات الجيش الوطني تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، تثار تساؤلات كثيرة حول أهميتها وأسباب ما يسميه البعض تأخر حسم المعركة. بمساحة 1841 كيلو مترا مربعا، تقع مديرية نهم شرق صنعاء، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة صنعاء، وتبعد عن وسط صنعاء حوالي 60 كيلومترا، وبعدد سكان يقارب 60,000 نسمة. بموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحرير نهم سيكون معركة صنعاء الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، فمعارك ما بعد نهم ستكون أسهل بكثير وليست بذات التعقيد الجغرافي الجبلي الوعر الذي يؤخر حسم المعركة ويؤدي إلى تباطؤ التقدم الميداني. بدورها تدرك الميليشيات الإنقلابية ذلك جيدا، وتستميت بكل ثقلها للدفاع عما تبقى من مديرية نهم. بالسيطرة على نهم سينقطع الإمداد عن الحوثيين الذين ما زال لهم وجود في مديرية صرواح بمأرب، وقطع أي إمداد قادم من المناطق الجنوبية عن صنعاء، ما يسرع من عملية تحرير العاصمة.
تقدر مصادر ميدانية أن حوالي 80% من مساحة مديرية نهم باتت تحت سيطرة الجيش الوطني، وهناك مؤشرات حسم وشيك لمعركة نهم، ويبدو أن استكمال تحرير نهم بات وشيكا جدا، وهو ما يتضح من التقدم الميداني والسيطرة الكبيرة للجيش الوطني على أجزاء واسعة في وقت قياسي تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي، وتتقدم القوات ميدانيا في جبهتي الميسرة والميمنة بشكل كبير وسط انهيارات متسارعة وفرار جماعي للإنقلابيين باتجاه صنعاء. نحن على أبواب صنعاء وسنأتيكم، وعليكم أن تسلموا أنفسكم بشرف قبل أن تسحبونا سحبا. ولذلك الجيش يتقدم عدة كيلومتر على أبواب مديرية أرحب، وغدا سنكون في أمانة العاصمة، وما عليكم إلا أن تسلموا أنفسكم. يرجح خبراء عسكريون أن استمرار هذا التقدم كما هو حاصل منذ أسبوعين فإن مسألة إعلان تحرير نهم بالكامل ستكون خلال وقت قصير جدا. مع التحول المتسارع في مسار المعركة على أبواب العاصمة صنعاء، يبدو أن ميليشيات الانقلاب استنفذت كل خياراتها وأوراقها بما فيها محاولة تجنيد مقاتلين بالقوة، خاصة من الأطفال والزج بهم في محارقها العبثية، وكذلك ابتزاز التجار والمواطنين لدفع مزيد من الإتاوات لتمويل مجهودها الحربي. وسقوطها وهزيمتها كما يراه اليمنيون هو المصير الطبيعي بعد كل ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات غير مسبوقة. دشن برنامج التيسير الأكاديمي للطلاب خريجي الثانوية العامة بالإضافة إلى تقديم الخدمة المجتمعية وتقديم 30 منحة دراسية لأسر الشهداء تنفذها جامعة الحكمة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بتعز. إن حرب ميليشيا الحوثي وصال على تعز أتعبت كاهل الشباب الذين يعانون ويلات الحرب، وكذا عدم قدرتهم على مواصلة تعليمهم الجامعي. الحصار والأوضاع الذي نحن في به رغم الظروف الصعبة والحروب والقصف وهذا كله، أتينا هنا للدراسة وللتعليم عشان نبني مستقبل جيد، مستقبل زاهر، عشان نبني وطن، عشان يعني نحقق كل الصعوبات التي مرينا في به والذي واجهناها ونكون في مستوى أرقى إن شاء الله، عشان أكمل تعليمي وارتقي لمستويات. دشنا وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي برنامج التيسير الأكاديمي الذي يهتم بالطلاب، ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه جامعة الحكمة وبإشراف والتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة تعز ضمن برامج مركز خدمة المجتمع بالجامعة. اليوم ندشن في جامعة الحكمة كخطوة رائعة تتميز بها جامعة الحكمة وتشكر عليها من قبل السلطة المحلية، ونحن ندشن مشروع التسهيل الأكاديمي لأبنائنا الطلاب أبناء الموظفين، كون أننا نمر في تعز بظرف استثنائي انقطعت فيها رواتب وصعب أمام كثير من الطلاب الالتحاق بالجامعات الأهلية، إلى أن جامعة الحكمة دشنت هذا المشروع، كما أنها اليوم تفتتح مشروع آخر هو مركز الخدمة المجتمعية لمرضى الإسنان، ولها أيضا العديد من المشاريع القادمة. أيضا أهم مشروعها أنها ستفتح خلال الأسبوع القادم المجال أمام 40 منحة دراسية مجانية للطلاب المتفوقين. والبرنامج يهتم بتيسير رسوم الطلاب وخصوصا الذين أولياء أمورهم من موظفي في القطاع الحكومي والتربوي للمساهمة في تنمية الشباب وخريجي الثانوية مع رصد منح مجانية لأبناء الشهداء. ندشن في هذا اليوم في جامعة الحكمة مركز خدمة المجتمع برنامج التيسير الأكاديمي، وهو برنامج يتيح لأبناء الموظفين جميعا والتربويين خاصة الالتحاق بالجامعة وتأجيل الرسوم الدراسية إلى حين صرف المرتبات، كما أننا أيضا ندشن في هذا اليوم امتحانات المنح المجانية
وافتتاح العيادة الخيرية للأسنان في جامعة الحكمة مساهمة منا خدمة لأبناء هذه المحافظة. هذه المدينة تعيش ظروف قاسية، ظروف الحرب والحصار، فكان دور جامعة الحكمة ومركز خدمة المجتمع للتخفيف من وطأة الحرب والحصار، وأيضا مساهمة منا لتنشيط العملية التعليمية التي أراد الإنقلابيون أن يجففوا منابعها، وأراد الإنقلابيون أن تدفن هذه المدينة وألا تتعلم. ونقول تعز هي العاصمة، تعز هي الرائدة، تعز عاصمة الثقافة، وسوف نتعلم ونصدر إليكم المثقفين والمتعلمين ليعلموكم ويدربوكم، ونحن قادرون على ذلك. الظروف التي تمر بها محافظة تعز من حرب وحصار وانقطاع الرواتب أثر بشكل سلبي على طلاب الجامعات وعدم قدرتهم على الالتحاق بها، إلا أن برنامج التيسير الأكاديمي الذي أطلق سيعمل على تخفيف وطأة المشكلة. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد. وصلنا مشاهدي الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، عدن في أسبوع، ونذكركم أنه بإمكانكم متابعة برامجنا عبر قناتنا في اليوتيوب قناة عدن الفضائية، وزيارة صفحتنا على الفيسبوك قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء.